شوف يا ابو جود، انا بالنسبه لي انا متعاطف معهم، يعني انا ما يجي لهم، ماني معاكم في الاعلام التقليدي، وانا حتى اذا بغيت اتكلم ابغى الناس تقاطعوا وناخذ ونعطي مع بعض. على فكره شوف اللي انتم قاعدين تعيشون فيه، مثلا احنا في فترات سابقه برضو احنا عشنا فيها. انا قاعد اقول الفرق بين شوف في اعلاميين اصحاب راي، هذولي ما حد يقول لهم شيء، اشخاص متعلمين عندهم افكار وعندهم رؤى. بس ممكن اللي يفرق ودخل في الاعلام اللي اخذوها بالخبره، تلقى بادي يعني من تحت وفجاه صار صاحب راي مش متعلم. انا بالنسبه لي اشوف اغلب اللي في البودكاستات ناس جامعيين، يعني ناس متعلمين، ناس مثقفين، واغلب المجتمع الان صار من نفس الجيل هذا حق البودكاست. انا متاكد انهم اكثر ارتباط مع الجماهير كثير، حتى المتلقي يحس انهم اكثر حريه، يعتقد ان الاعلام التلفزيوني اكثر صرامه، يصل الى 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 محياه او في ذا فكره انه والله اعلام موجه، يعني كذا حتى يوصل للمرحله هذه ان هذا والله اعلام موجه. الاشكاليه في البودكاستات، وراح انا اتوقع من متابعه، انك ما تقدر تمسك الضيوف هذول معك وقت كثير، بينشطرون. يعني ابو خالد مثلا ما راح يقعد معك فتره طويله، فجاه كذا بيطلع البرنامج بحاله وانت يطلع لك برنامج بحاله. لما تكلم بوجود، لما قال ما في رقابه زي ما قال الزملاء، هي رقابه مؤسساتيه، هي فقط هي اللي تصير فيها. انا بالنسبه لي بالعكس، كل اعلام او كل محتوى فيه الايجابيات هنا وفيه السلبيات هنا، والان اختلطت، يعني زي ما قال ابو فيصل، فعلا يمكن اختلفت الطرق كثير جدا. وانا بالنسبه لي يعني حتى البودكاستات الحين يطلع فيها اعلاميين معروفين، صح، يعني مش حكر.